السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل حبة وخير وسلام. بداية وقبل كل شيء يجب علينا ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في البداية أعزائي المتابعين أني بعتذر منكم عن رداءة المونتاج، ممكن المونتاج مش مظبوط أو أحيانا الصوت، بس يعني بدي تعذروني لأنه أنا يعني مجرد المعدات تبعتي مجرد تليفون، الكاميرا تليفون، يعني كل شيء بستعمل فيه التليفون. ما إن شاء الله بهمتكم بإذن الله بفضل عز وجل ثم بدعمكم إن شاء الله بنجيب معدات مونتاج بنجيب كاميرات إن شاء الله إن شاء الله إذا دعمتونا بهالقناة، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل ثم دعمكم راح نستمر بإذن الله تعالى. اليوم أعزائي المتابعين جايب لكم قصة، أو بالأحرى يعني حدث من سوريا، يعني شيء صار حقيقي بسوريا وبقرية من قرى سوريا، وكثير هي الحكايات أو الأحداث اللي بتحدث هناك. حتى أنا بأحد الأيام صحرت معي حكايات وجبت فيها عملت فيها فيديوهات وقصيتها عليكم، وصارت معي أنا شخصيا يعني كثير من الحكايات الحقيقية والواقعية اللي بتصير بسوريا، وهاي واحدة منها. بقول صاحب القصة صارت لي هالقصة هاي حوالي عام 2002 وأني بعيش بسوريا، بيتي بالمدينة وإن منزلنا كمان ومنزل عائلتي بقرية من قرى سورية اللي بالريف اللي بتبعد حوالي 30 كيلو متر عن المدينة. بكل عطلة وبكل عيد وبكل مناسبة وكل ما حالت لنا الفرصة منضب أغراضنا وشنطنا وبنروح بالسيارة للقرية حتى نعيش بأجواء العيد والعطل مع الأقارب والعائلات القريبة مننا هناك من أقاربنا. قول أنا ما بخفيكم سر إنه من لما كنت صغير كانت جدتي بترويلنا قصص حدثت بقريتنا، وما بعرف إذا كانت القصص هاي يا هل ترى اللي بتقول لنا إياها جدتي هل هي حقيقية ولا خيالية؟ لكن معظم اللي بعرفه هي القصص اللي بتجعلك بترجف من الخوف. وصلنا على القرية حوالي الساعة 4 العصر ورحنا لمنزل جدي. كان جدي وجدتي وعمي وابن عمي محمود، وأكلنا اتغدينا وارتحنا وجلسنا مع جدتي وجدي وقضينا وقت ممتع حتى الساعة 9 بالليل. ولازم تعرف انه في كثير من المناطق الريفية بينام سكانها بدري شوي لانهم الصبح الساعة 5 او الساعة 6 كل يوم بقوموا بصحوا الصبح الساعة 6 الصبح مشان أعمالهم الزراعية ورعاية الحيوانات عندهم. بقول كنت قاعد بالمنزل حوالي الساعة 9 المساء ولاحظت إنه جدي وجدتي وعمي وابن عمي محمود ناموا وما ضل واحد غيري. رحت على الشباك والشباك كان مفتوح وكنت بدي أدخن سكارة وأشم شوية هواء نقي. فجأة مش عارف منين اجى محمود على اساس كان نايم، بقول لي انت بتشعر بالملل اكيد انت مالي يا خل. يعني هو بعرف انه انا بالمدينة ومتعود على دوشة المدينة وضجيج المدينة وزحمة المدينة، وبالريف يعني هدوء تام وما في زحمة وبساطة، يعني شيء مش متعود عليه. قلت له اكيد قاعد بشعر بالملل بس مش قادر انام، ممكن اني خايف شوي. قال له محمود كمان اني
راح اطلع استنشق شوية هواء نقي واشرب سيجارة، وانت خليك هون لانه برا مش للناس اللي بيخافوا. يا ابن عمي ضحكت وقلت له طيب انا راح اظل هون واتفرج. يعني من المعلوم انه كل منزل بالقرية في حظيرة للأغنام والأبقار أجلكم الله، ولحسن حظي كانت النافذة اللي قاعد عندها بتطل على هاي الحظيرة، وكان عبارة عن اسطبل مغلق وبالخارج في أرض صغيرة محاطة بسور. بما أنه الوقت يعني كان بالليل فمن الطبيعي أنك تشوف الأغنام كلها جوا الحظيرة. وقفت ونظرت عبر النافذة وما كان فيه هنا غير ضوء أصفر واحد قدام باب الحظيرة، وكان الباب مقفل. ولما نظرت للحظيرة وأتأمل سمعت صوت دابة خارج الحظيرة. رفعت رأسي وطلعت يعني وطلعت من حالة الاسترخاء، لأنه ربما يكون يعني في دابة طلعت من الحظيرة ممكن أنها تسرق أو تطلع وما ترجعش. ودخلت رأسي للمنزل وصرخت لجدي وقلت له يا جدي، بس كان جدي نايم. وطلعت للوراء على الحظيرة شفت حيوان أجلكم الله بيوقف بشكل مخيف بالظلام وبنظر إلي وهو فاتح ثمه بطريقة مخيفة جدا، وكان ثمه كبير لدرجة وأسنانه بيضة مثل الثلج. يعني وكان صعب إني أوصل في لكم هالمنظر لأنه صعب كثير، لأنه المشهد يعني غريب وكاد قلبي إنه يتوقف. أقسم بالله إني ما كنت قادر إني أصرخ على جدي مرة ثانية، بس نظرت لها الدابة مرة ثانية حتى بالصراخ بهستيرية مخيفة ومستمرة فتحت ثمها كثير وصارت تصرخ بشكل مخيف جدا. لما صارت تصرخ بهالطريقة تأكدت انه اكيد هاي من الجن، مستحيل يكون غير جن، لذلك انه صوت هالحيوان كان مخيف جدا. وما بخفيكم سر اني نزلت راسي تحت النافذة من خوفي وحطيت الوسادة على راسي واني اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجأة انقطع الصوت تماما. رفعت راسي مرة ثانية ونظرت وما عاد شفت اشي. كان من الممكن انه يعني كنت افكر انه راح اشوفه مرة ثانية بس اختفت. وبعد ما اختفى الصوت سمعت صوت محمود ابن عمي بيناديني برا ويقول تعال يا خالد شوي لبرا الجو حلو كثير. واني بدي اطلع من غرفتي لبرا، مريت قدام الغرفة تبعت محمود وكان الباب مفتوح. وشفت اشي صدمني على الاخير، كان قلبي راح يوقف. شفت ابن عمي محمود نايم على السرير وكان نايم بسابع حلو. بقول صاحب القصة اقسم بالله لما شفت محمود قشعر بدني وجلست على الارض وفتحت ثم وعيني. لكان مين هذا اللي قال لي تعال الجو جميل؟ ومين اللي حط ايده على كتفي وقال لي تعال ادخن سيجارة برا؟ وكنت راح اطلع معه؟ والداب اللي صرخت بشكل هستيري وجنوني ممكن يكون هو محمود؟ يا ربي دخيلك، قلبي بده يوقف على وشك انه يتوقف، وقاعد برجف بطريقة مش طبيعية وقلبي عم يرتعش. وقفت بسرعة واغلقت باب البيت ورجعت للفراش واني اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، على امل انه اللي شفته وسمعته كان كابوس. وبعديها نمت اخيرا بعد عناء طويل، يعني بقول تمكنت من النوم بعد
عناء طويل من الخوف. لما صحيت ثاني يوم الصبح سألت محمود وقلت له أنت امبارح طلعت تشرب سجاير؟ قال لي أنت؟ قلت له الساعة 9 تقريبا، الساعة 9 المساء. قال لي أني نمت من الساعة 8 يا ابن عمي، يمكنك تعبان من السفر وأنت بتشوف وبتسمع وبتتخيل. فقلت له قلبي كان يحترق من الخوف، بتمنى هالشي يا محمود، بتمنى انه كنت نايم واني بتخيل وما كانش الشي صحيح. هون اعزائي المتابعين خلص الفيديو تبعنا، وان شاء الله يكون حاز على اعجابكم وتقديركم. ياريت تدعمونا عشان نستمر بالحكايات ونستمر بالفيديوهات مثل ما عم تطلبوا مني. ياريت تتكرموا علينا بالاشتراك بالقناة، تسجيل اعجاب، تفعيل الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد. السلام عليكم.